فيه المره اللي فاتت ريموت كونفيجريشن اصبر عليه لحظات تمام كده شوف هو قال لك ايه الراوتر عايز بين ديسكونكت هو كده قفل علشان مسح كل البيانات هقفل افتح لو عايز تعمل استكشاف بص كده لما مسح البيانات عمل ايه مسح الاي بي ادرس اللي انا اللي كان موجود قدامك هو صفرها لك خالص عشان تشتغل انت عليها لسه الماك زي ما هو الماك مش زي ما هو لاحظ الماك اتغير هو مسح اي بيانات كانت محفوظه على الراوتر بورد عشان هيسلمها لك سبارك تمام كده الماك بيتغير لا مش الماك اللي اتغير هو اداك اداك الماك الديفولت بتاع الشركه اول ما هي بتنزل هي بتغيره مره واحده بس يعني مش هيتغير معاك على طول ده هو ده اللي هيفضل ثابت معاك هضغط عليه كده واقول له كونكت هيروح مدخلني ما عادش هيجيب لي الرساله اللي كان فيها الاي بي والحاجات دي كلها اول حاجه اعملها علشان يبقى ظاهر لك بيانات الجهاز اللي شغال قدامك ده بص كده على القايمه اللي فوق دي هيد باسوردز دي خافيه الباسوردات بتاعه العملاء انا مش عايز اخفي باسوردات العملاء اللي انا لسه عاملها هشيل علامه صح من قدامها هاجي افتح من هنا كده كليك يمين افتح الاقي ادد سي بي يو افتح تاني ادد ميموري افتح تالت ادد ابتايم دي البيانات دي لازمانه جدا 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 السي بي يو دي لو زادت عن 70% اعرف ان النت بقى تقيل والنت بيقطع مع العمر شايف السي بي يو ده اللي هي ايوه اللي هو البروسيسور تمام دي الرام بتاعه 51 ميجا بايت هو طبعا رامته 64 بس الصافي بتاعه بعد ما حط عليه القوايم والحاجه اللي انتوا شفتوها دي هيبقى قدامكم كده ولما هنبرمج هتنزل كمان تمام الاب تايم مفتوح بقى له قد ايه؟ بقى له 18 دقيقه و47 عشان لو حد كلمك وقال لك النت كان فاصل ولسه راجع اول حاجه هتعملها تخش تشوف هو كان الكهرباء قطع ولا الراوتر بورد فاصل فهتشوف الاب تايم شغال بقى له قد ايه؟ طبعا لو لقيته ساعات يبقى كده كان في مشكله في سويتش او حاجه من دي لو لقيته لسه بادئ ما بقالوش دقيقتين او ثلاثه تعرف ان فعلا الكهرباء كانت قطعت شوف العميل فتح قد ايه بقى قد ايه ممكن ايوه الحاجات دي مش هتفضل محفوظه لو انا دخلت اشتغلت وما قفلتش يعني انا بعد ما ظهرت الحاجات دي لازم اعمل ايه هنقفل كده بعدين هدخل تاني بص كده الحاجه لسه ظاهره قدامك هنا شوف السي بي يو لود كان 100% اول ما انا فتحت ده عشان لسه بدايه التشغيل هو 0% وانا لسه طبعا ما برمتش ولا عملتش حاجه عينك دايما في بطء النت وتقل التصفح على السي بي يو بس الدمج ده ما موجودش في السي بي يو خالص انت اساسا لو استخدمت الراوتر بورد قدام فمش فارقه معاك خالص تمام